مرحبا بك زميل طارق. مرة أخرى معي الآن أنس زليتي عميد فريق الرجاء. أنس، أكيد بأنه كل هدف اللي حقق اللي بغيتو تحققوا هذا الموسم حققته، فوز بالدرع الدوري، أكيد دقائق غادي تسلموا الدرع الدوري الاحترافي، الوصول للمباراة النهائية. أو في البداية كيفاش شفتي هذا اللقاء خصوصا أمام مدير جديدة اللي ما كانش مباراة سهلة؟ بطبيعة الحال كيف قلتي فالمباراة ما كانت سهلة. احنا دخلنا المباراة شوية قبل المباراة كنقولوا راه حنا غادي نفوزوا على المولودية الوجدية، بالعكس المولودية الوجدية ظهر بواحد وجه مغاير على المقابلة اللي كانوا عندهم على البطولة. كانوا عليهم ضغط انهم يهبطوا للدرجة الثانية، عكس هذه المباراة كانوا لاعبين بأريحية هما، وكان حنا بحال ولا علينا الضغط لان هما ما عندهم ما يخسروا، وحنايا كيف قلتي حامل اللقب امام جماهير ديالنا كان علينا شويه الضغط، سيرتو كيف قلتي غادي نتوجوا بعد المباراه على البطوله. حنا كان الهدف ديالنا هو اننا اليوم ما خصناش نخرجوا خاسرين باش نحتفلوا كيف كيقولوا على الراحه ديالنا، ونحتفلوا مع جماهير ديالنا اللي جات اللي دعمتنا وجاوا بكثره. اول كلمه شكر ليهم اللي ديما هما السند ديالنا، الحمد لله تأثلنا ذلك، فرجعنا كيف كيقولوا في الريمونتادا، كنا منهزمين بواحد الصفر من بعد 2-1 ورجعوا هما رجعوا في السكور 3-2، الحمد لله بقينا مأمنين وكونسونترين رغم انه بعض المرات كان علينا شويه الضغط كنحاولوا نخرجوا في الاربيط، ولكن من تكلمنا بعضياتنا قلنا نديوها في الكره ديالنا ونلعبوا الكره ديالنا وغادي يجيب الله التيسير، حيت كاين ديزيسباس كاين هفوات كل ما الخصم كيتراكم الوراء والا كيكون عليه الضغط وكيقدر يدير اخطاء فرديه، داكشي اللي تاثى علينا. الحمد لله هنيئا لهذه المجموعه. طبيعه الحال كيف قلت ونعاود نقول هذو ولاد الناس، كيف كتشوف هذا التيسير من عند الله، كنكونوا خاسرين وكنربحوا. الحمد لله هذه السنه هذه ما عندنا حتى شي هزيمه، نتمنى من الله اننا نبقاو ماشيين في هذا المشوار هذا. هذا هو السؤال ديالي، لانه الرجاء بدون هزيمه منذ بدايه الموسم، كنرجع كاع يعني حتى يعني تقريبا منذ البطوله العربيه، شنو الامور اللي خلات الرجاء يضرب هذا الوجه المشرف هذا الموسم؟ يعني ارقام استثنائيه، ارقام قياسيه على مستوى هداف الدوري هو اكيد يوسري بوزوغ، الرجاء بدون هزيمه، الوصول للمباراه النهائيه، الفوز بالدرع الدوري، شنو انت كعميل شنو الحوايج اللي كانت هذا الموسم عند الرجاء خلاته يتالق بهذا الشكل؟ اول شيء احنا ما كناش كنفكروا في الهزيمه باش ما نطيحوش فيها، كنا كنفكروا اننا نفكروا في مباراه ملي كتفوز بها كتدفعك باش تفوز مباراه اخرى، هذا اول شيء مهم في الكره. ثاني شيء هو التضامن بين اللعابه بيناتنا، روح المجموعه كتعطيك واحد القوه ديال الفريق، واحد الشخصيه كتبان في الملعب، الحمد لله هذا الشيء حنايا بعدنا كنا بحال الخوت، كان يعني فاش كندخلوا المباراه كنقولوا واحد يغطي على الاخر وواحد اللي ضيع على الاخر يحاول يسترجع على الاخر، ما يدياش في الاشياء اللي خارج نطاق كره القدم. الحمد لله كيف شتي هذا الشيء تيسير من عند الله، كيف قلت لك هذا وليدات الناس كان عندهم الرغبه بحكم ان السنه الفارطه كيف شتي، واخا اننا ما في البطوله ما كناش بيان كلاسي، الحمد لله هذه السنه هذه غيرنا الكثير في المجموعه، استغلينا يعني كيف قلت لك القوه ديالنا في الملعب، الحمد لله تاثى ذلك. دابا مازال لاكوب ضيعنا السنه اللي فاتت النهائي، هذه السنه خصنا نركزوا بكثير على هذا النهائي ان شاء الله، لما لا الدوبلي ان شاء الله هذه السنه. لقاء الخصم. نعم لقاء كلاسيكو مع الجيش الملكي. الحال كنحترموا الخصم، الخصم عنده حتى هو انه حدود ديالو باش يفوز، وحنا كذلك عندنا حدود، هذا نهائي واللي غالب اللي كان مزيان وحاضر نتمناو له التوفيق. شكرا انس زليتي، ونخليك انك تمشي تحتفل مع جماهير ديال فريق الرجاء، وكما ذكر انس فاكيد فان المباراه النهائيه ستكون مباراه كبيره بين فريقين، والكلاسيكو الذي سيكون بين الرجاء والجيش الملكي، دائما في انتظار كما قلت يعني تسليم الميداليه وتسليم الدرع الدوري، احتفالات متواصله، وسنتواصل مره اخرى مع المشاهدين الكرام من خلال العديد من الفعاليات. فريق الرجاء يصل للمباراه النهائيه، وسننتظر كلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي بعد فوز فريق الرجاء في مباراة صراحة كانت صعبة أمام فريق مدير جديد 4-3 معي مروان زين، خصوصا بأنه هناك الآن فرحة ديال تأهل المباراة النهائية، هناك فرحة كذلك اللي غيكون تسليم الدرع لفريق الرجاء. مروان، المباراة ما كانتش سهلة، الوصول للقاء النهائي كيفاش الأطوار ديال المواجهة؟ أول حاجة نجم المقابلة زيلة قلب الموازين الله يحفظك. أول حاجة الحمد لله والشكر لله على الانتصار،
اللي كما شاف الجميع ما كان سهل، ماتش كان صعيب امام خصم ما عرفناه ما غاديش يكون سهل لانه لعبنا ضدهم في وجده وفزنا عليهم وشما فين فزنا بالبطوله، عرفناهم غادي يبغيو يديروا ان غرو ماتش في لا دومي فينال ديال كوب دي ترون، وجدنا بما فيه الكفايه. وكما شفتوا اطوار المقابله هما اللي كانوا سباقين التسجيل، الحمد لله قدرنا نرجعوا في النتيجه تيعدلوا النتيجه وكيماركيو الثالث، ولكن بالمجهود ديال المجموعه كامله الحمد لله قدرنا نجيبوا التعادل ونجيبوا الرباح ونجيبوا التاهل. اللي كنبغي ندير لهذا الجمهور اللي حشومه هذا الجمهور وهذا الجمهور الرائع ديال الرجاء ما نفرحوش، حنا ديما كنديروا اللي في جهدنا وكنتقاتلوا باش نفرحوهم، كنبغي ندير لهم هذا اللقب وهذا النهائي وكنضربوا لهم موعد ان شاء الله في المباراه النهائيه. شكرا. شكرا مروان. كذلك غادي ينضم ليا عبد الله خفيفي، واحد من اللاعبين صراحه المتعلقين على مستوى سواء اللي تابعنا في الدوري الاحترافي وكذلك في منافسات كاس العرش. عبد الله خفيفي هنيئا لكم الوصول للقاء النهائي، خصوصا انك تواجه المره الثانيه فريقك اكيد الام وفريق المولوديه الجديه، مباراه اعتقد انها ما كانتش سهله، ولكن التاهل اكيد عنده طعم خاص للوصول للمباراه النهائيه. اكيد اكيد المباراه ما كانت سهله، كتعرف ان كاس العرش كيكونوا فيها مفاجات، هذا الشيء ما كنناقش الفريق المولودية الوجديه اللي بكل صراحه لاعبين قدموا، لاعبين مولودية وجده قدموا اداء في المستوى كنقول لهم هارد لك. ف كنشكر اللاعبين ديالنا اللي بكل صراحه بقينا مقاتلين رغم ان كنا مهزمين حتى لاخر دقيقه جبنا التعادل والرباح، دونك الحمد لله على هذا التاهل. ف كنشكر هذه الجماهير الرائعه اللي بكل صراحه يعني طالت 90 دقيقه بقاو مساندينا، فكنهديو لهاد الفوز هذا وكنقول لهم ان شاء الله غنتقاتلوا على كاس العرش باش ان شاء الله نهديو لهم ونفرحوا مجموعين بالثنائيه السنه هذه. نعم عبد الله خفيفي، فرحه يمكن مزدوجه لانه الوصول للقاء النهائي، وكذلك بعد قليل غادي يكون مراسم تسليم الدرع ديال الدوري اكيد اللي كان تنافس مع فريق الجيش الملكي. كيفاش هذا الموسم وكيفاش هذه الفرحه الان اللي كتعيشوها مع جماهير الرجاء؟ فرحه استثنائيه بكل صراحه، يعني موسم تاريخي لينا ولهذا النادي العظيم اللي يستاهل كل خير. كنظن ان تقريبا طيله الموسم بدون هزيمه هذا الشيء تاريخ كيبقى مكتوب لينا، دونك الحمد لله على هذه البطوله وبقينا منافسين في الكاس حتى للنهائي، دونك ان شاء الله نبقاو غنمشيو ان شاء الله نرتاحوا دابا ونفكروا في النهائي ان شاء الله باش نفرحوا هذه الجماهير اللي تستاهل كل خير، لان ما اي حاجه نوصفهم ما قدرش نوصف لك كلمات كل صراحه اليوم كيفاش حجوا وساندونا. هنيئا لنا بهذا الانتصار ونضربوا معه موعد ان شاء الله في النهائي. شكرا عبد الله خفيفي. اكيد طارق ستكون هناك مراسيم ديال تسليم الدرع والميداليات لفريق الرجاء باعتباره بطل لهذا الموسم على مستوى الدوري الاحترافي. نعيش الان فرحه كبيره بالنسبه لجماهير فريق الرجاء، ولكن اعتقد انه تابعنا مباراه جميله، مباراه يمكن استرجعنا فيها الذكريات ديال فريقين كبيرين بقيمه المولوديه الجديه وفريق الرجاء في منافسه كبيره جدا هي منافسه كاس العرش، وبالتالي النهائي الان بين فريقين هما اكيد اللي كانوا كيتنافسوا على مستوى الدوري، اليوم اكيد غادي يكون هناك تنافس اخر على مستوى منافسات كاس العرش بين الجيش الملكي وفريق الرجاء. في انتظار انه يكون معي ان شاء الله ضيوف وكذلك العديد من المكونات ديال فريق الرجاء، معي يكون من محمد بولكسوت واحد من اللاعبين كذلك الممتازين في فريق الرجاء، وكذلك المتعلق في هذه المباراه رياض بن عياد. بولكسوت اكيد الوصول للمباراه النهائيه تابعنا منه اللقاء ما كانش سهل، ولكن اعتقد بان فريق الرجاء يعني قام بكل شيء من اجل الوصول للمباراه النهائيه. اولا تنشكر هذه الجماهير الرجاويه اللي تنقلات وحاولت تنقل مدينه اكازير رغم البعد، تنشكرهم بزاف اللي ديما تيوقفوا معنا وتيساندونا. فالمقابله كنا عارفينها تكون صعيبه، مباريات كاس العرش ما تيكونوش بحال البطوله، المباراه كانت تكون صعيبه والحمد لله الدراري عارفين اللي عليهم، والدراري ديما تيبقاو حتى لاخر دقيقه، وتنهجوا هذا الفوز هذه العائلات ديالنا وكاع الجماهير الرجاويه تنقلات لهنا. الفرحه اليوم فرحه الدرع الدوري وفرحه الوصول للمباراه النهائيه، تقبلنا الرجاء موسم كان شاق سي محمد. نعم كما تتعرف موسم كان شاق وطويل، ولكن على قبل هذه الجماهير الرجاويه تزيد تموتيفا وتتحاول تعطي ما عندك، وندوزو عند رياض بن عياد اللاعب متالق اللي ديما تيدخل وتزيدنا ان بلوس. نعم رياض بن عياد تفضل. رياض مباراه كما ذكرت مع محمد بولكسوت بان المباراه ما كانت سهله، يمكن لقاءات الدوري تختلف على لقاءات ومنافسات كاس العرش. رياض كيفاش شتي المباراه اليوم ويمكن نقول انه كانت متكرره على مستوى الدوري وكذلك منافسات كاس العرش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفت المباراه ما كانتش سهله
كما يقول لك الماتش تاع كره تاع لاكوب يتربح ما يتلعبش. نهني الفريق تاع وجده اللي كانوا يلعبوا اليوم الكره، والحمد لله على التاهل هذا اللي ما جاش بالسهل، جا بشق الانفس. احنا ليسونسيال دوك ان شاء الله نفرحوا بالبطوله، وان شاء الله نروحوا نلعبوا نهائي كاس ان شاء الله، اللي مع الدوبلي ان شاء الله. موسم طويل، موسم شاق، كان التنافس كان قوي سواء على مستوى الدوري على مستوى منافسات كاس العرش. كيفاش شاد الموسم مع الرجاء؟ كيماش اليوم كيماش هذا العام ان شاء الله الحمد لله ما الفريق ما خسر حتى مباراه، كيماش 30 مباراه ما خسرناهاش في البطوله وكذلك في الكاس. كما نقولوا احنا هذا باركور تاع فريق كبير، والحمد لله ان شاء الله ناخذ الدوبلي هذا ان شاء الله. شكرا رياض بن عياد، شكرا بولكسوس كنعرفوا حشومي طارق، فاكيد غنبقاو متواصلين مع المشاهدين الكرام من خلال يعني ارتصابات ديال سواء اللاعبين سواء كذلك غيكون معنا مكونات ديال فريق الرجاء في انتظار اكيد كما قلت تسليم الميداليات وتسليم درع الدوري الاحتراف في مسمى فريق الرجاء. إذا دائما زميلي طارق في تواصل مع المشاهدين الكرام من الملعب الكبير بأكادير، معي كل من سير رضوان الطنطاوي الكاتب الإداري وكذلك عصام الراقي واحد من اللاعبين أكيد السابقين ديال فريق الرجاء واللي كان حاضر إلى جانب سفيان الرحيمي وبنون ما عرفتش شوية حشمو ما بغاوش ينزلوا، ولكن مع عصام الراقي العائلة. إذا على أي أكيد تتويج مستحق لفريق الرجاء بالدرع الدوري أكيد ربط الماضي دائما بالحاضر. عصام الراقي كيفاش شاهد الفوز وتتويج فريق الرجاء؟ فالحمد لله، فاول حاجه هنيئا لمكونات الرجاء الرياضي وهنيئا لجمهور الرجاء بصفه عامه. فالتتويج جا داره استحقاق، لاعبين تبارك الله بانهم دوزوا موسم استثنائي واليوم ختموها بالتاهل لنهائي كاس العرش. ما علينا الا نفرحوهم ونفرحوا معهم لانهم يستاهلوا، وتتشوف بان الفريق يعني 30 دوره ما نهزم حتى مباراه، فهذه في حد ذاتها تنظن بان غتحسب لا الاداره ولا الاداره التقنيه. ما علي الا نهنئهم ومزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من الالق. انت كدوي رضوان كيسمع الحاج رضوان كيسمع لك عصام، اكيد بانه عصام الراقي اعتقد بانه كما قلت الموسم ما كانش سهل، الموسم كان صعب، التنافس كان قوي مع فريق الجيش الملكي، بالتالي الفوز باللقب على بعد نقطه واحده والوصول الان فريق الرجاء المباراه النهائيه سيواجه فريق الجيش الملكي وانت لعبتي معهم بجوج، كيفاش شفتي هذا الموسم والمصادر فريق الرجاء؟ فبالنسبه لي بان هذا الموسم موسم يعني تنشوف كانت منافسه وكانت نديه على اللقب، فتنظن بان الفريقين اليوم جوج، لا فريق الرجاء الرياضي ولا فريق الجيش الملكي، يعني استحقوا التتويج بحكم النتائج اللي قدموا والمستويات اللي داروا بها هذه السنه، لا فريق الجيش ولا فريق الرجاء. فتنظن بانهم داروا لنا واحد طابع كروي جميل، طابع كروي جميل، فتنظن بان النهائي ما غيكون سهل ما بين فريقين عريقين. تنظن بان ما تقدرش تحكم على هذه المباراه، ولكن كما قلت اليوم نحاول بانني نهنئ اللاعبين اولا على التاهل لنهائي كاس العرش والفوز بالدوري. غادي تتفق معايا قلت لك بانه يمكن احنا كنشوفوا اللاعبين كنشوفوا المدرب كنشوفوا، ولكن هو كيكون تتويج ديال جميع المكونات بما فيهم كنعرفوا الطنطاوي والكاتب الاداري كيكون عنده عمل كبير. سي رضوان الطنطاوي اكيد كلكم كمكونات كتنتظروا هذا التتويج، كتنتظروا هذا الفوز، هذا سواء الوصول للمباراه النهائيه وكذلك التتويج بدرع الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا النهار، هذا تتويج تاريخي اولا بعد موسم شاق واللي تعبنا فيه واللي كان فيه مباريات صعبه وبدون هزيمه. الحمد لله هذا اليوم التتويج جاء في يوم اللي تاهلنا فيه لمباراه نهائيات كاس العرش، هذا فرحتين، الفرحه الاولى وهو التتويج بالبطوله، والفرحه الثانيه هو التاهيل للمباراه النهائيه اللي ما غتكونش سهله بالطبع، غنلعبوا مع فريق كبير وهو الجيش الملكي. نتمنى تكون هذاك. بهذه المناسبه كنشكر جميع اللاعبين بدون استثناء اللي عانوا وبدوا واحد المجهود كبير، الطاقم التقني والطبي الاداري المكتب المديري وعلى راسه السي محمد بودريقه اللي كان يوميا معنا باتصال، وكنشكر المنخرطين كلهم بدون استثناء، والجمهور الكبير اللي كيحج معنا وكيمشي معنا دائما فيما مشينا،
والجمهور الجماهير الرجائية اللي موجودة داخل المغرب وخارج المغرب، والحمد لله على التتويج اليوم. شكرا لك سي رضوان الطنطاوي، كما نشكر سي عصام الرقي على الحضور ديالو كذلك معنا، واكيد بان الفرحة كانت كبيرة زميلة طارق بهذا التتويج وكذلك بالوصول للمباراة النهائية بالنسبة لفريق الرجاء، في انتظار اكيد كما قلت اللقاء النهائي اللي غادي يجمع بين فريقين كبيرين الجيش الملكي والرجاء، واللي ان شاء الله انه يكون تشريف وكذلك انه نهيو موسم اللي كان شاق بالنسبة للفريقين، و نتمنى كل التوفيق للرجاء وللجيش الملكي، وكذلك نشكر كل اكيد من سهر معنا في اكيد خاص بالنسبه لهذا تسليم الدرع الدوري، وكذلك كل من حضر انه يعطي ارتساماته بالنسبه لهذا الفوز. عوده اليك زميلي طارق.